آدم يعاني من أول أسبوعين من ولادته اكتشفنا عنده فتحة في القلب. Adam needed a life-saving operation, but medical help for refugees is neither affordable nor available. 15 million children die or remain critically ill each year through potentially treatable and preventable heart diseases. Chain of Hope volunteer surgeons and medical teams step in and provide the urgent medical care these children so desperately need. كنا يائسين لأن لا حول ولا قوة دقينا أكثر من باب والحمد لله طبعاً نحن بنشكر الكادر اللي حضر واللي الجمعية اللي قامت على مساعدة اللاجئين في يعني إتاحة الفرصة لمعالجتهم حالي طارئة جداً. فحكيت لك من دخل العمليات كنا متوترين كثير يعني لحال زي ما بيحكوا لحالة الانهيار يعني إنه كنا أكيد يعني خايفين ومرعوبين إنه خايف إنه يدخل آدم وما يرجع لنا. Adam's operation was successful, one of 10 performed by the team on this particular mission. Within 3 days, he was getting back to his usual self. قبل العملية كنا خايفين إنه نفقد آدم الصحيح. إنه نشوف آدم طفل بريء بلعب بضحك هو من النوع الحرك نشيط مبتسم كل العالم بتحبه. عن إحنا بنتشكر جمعية سلسلة الأمل اللي قدمت وأتاحت فرصة ورجعت كمان البسمة لآدم ولأهله. إن شاء الله المستقبل قدامه إن شاء الله يا رب.